مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كلنا نكون بخير، يا رب إن شاء الله بإذن الله ناقص لنا تقريبا أسبوعين ونخش على شهر رمضان، شهر رمضان الكريم. يا رب كلنا يعني بإذن الله تعالى كده في شهر رمضان نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والزكاة والتهجد وصلاة التراويح. كل سنة وحضراتكم طيبين، هي بدري شوية لكن كل سنة وحضراتكم طيبين، وخصوصا يعني ان احنا اكيد يعني في الاسبوعين اللي جايين دول الشعب المصري كله هيبتدي ينزل عشان يشتري عدد كبير جدا من المنتجات الخاصة بشهر رمضان. يا رب نغير العادة اللي بقالنا سنين طويلة جدا 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 للأسف الشديد بنعملها، في ان احنا في شهر الصوم ناكل كتير ونصرف كتير ونشتري منتجات كتير. يا رب السنة دي ان شاء الله يعني بإذن الله تعالى نقضي رمضان كريم كده ويبقى كريم علينا بان احنا نغير سلوكنا. يعني اسمحوا لي كده قبل يعني بداية الحلقة يعني ان انا اذكر حضراتكم ان احنا لسه عندنا وباء فيروس كورونا. اه والله العظيم لسه وباء فيروس كورونا عندنا، والله لسه ما انتهيناش يعني. ايوه الجهات الرسمية بتقول لنا ايوه الحمد لله بفضل الاعداد الاصابات بشكل عام الحمد لله بتقل، والحمد لله الحمد لله عدد الوفيات بفضل الله علينا بتقل. نعم التردد على المستشفيات بشكل عام الحمد لله فضل الله بيقل. ايضا انك انت يبقى في عندك غرف للعناية المركزة بفضل الله عدد الغرف اللي فيها اشغال الحمد لله بتقل. عدد الناس اللي بتخش المستشفيات وتستحتاج انك انت تستخدم اكسجين برضو بيقل. فهو موجة ورا موجة ورا موجة ورا موجة. فحضراتكم يعني اكيد حفظنا الموجة بتبقى عالية 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 وتبتدي تنزل 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 تنزل. فاحنا الحمد لله بفضل الله ابتدت تنزل، دي الموجة الخامسة تعتبر يعني. فهل معناها ان الموجة لما تنزل تحت في الاربع مرات اللي فاتت ما طلعتش سنة؟ لا طلعت. طب هل هي هتطلع؟ الله اعلم. هل هي ان شاء الله باذن الله تعالى الكره الارضيه هتبتدي تتعامل مع وباء فيروس كورونا ده على انه خلاص حاجه موسميه ويبقى فيه تطعيم؟ ايوه طبعا هيحصل ده في يوم من الايام زي اي وباء جه على البشريه في تاريخ البشريه كلها من ملايين السنين. لما بيجي وباء بيبقى قوي جدا 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 ويبتدي يقل يقل وبعد كده يبقى فيه تطعيم ليه من وانت صغير وانت طفل وهكذا او انت حتى كبير. ولكن الوضع الحالي بيقول ايوه الحمد لله الموجه انكسرت وان احنا الاعداد عماله تقل وبفضل الله ان شاء الله هنخش رمضان واحنا باذن الله تعالى هيبقى فيه امكانيه انك انت كثير من التصريحات بتقول ان احنا ان شاء الله نروح نصلي بقى التراويح طبيعي وشكل طبيعي و وبفضل الله المملكه العربيه السعوديه فتحت بقى موضوع العمرة في رمضان إن شاء الله ونروح نزور بيت الله الحرام ونروح نزور المسجد النبوي ونعمل عمرة كده زي وخصوصا إن إحنا يعني حرمنا منها في خلال السنتين اللي فاتوا دول وباء فيروس كورونا. ولكن الحاجة اللي إحنا لازم نذكر بعض بيها يا جماعة إن إحنا عدد سكاننا 100 مليون مواطن مصري أو 102 مليون مواطن مصري. الدول اللي سبقتنا في الكثير من الأحداث الخاصة بوباء فيروس كورونا وخاصة موضوع التطعيم دول كتيرة جدا وصلت ل 70% وأكثر من 70% من شعبها اتطعم. وبناء عليه زي ما حضراتكم بتشوفوا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إن في دول كتيرة جدا خلاص ابتدت تفتح يعني تفتح وتعيش حياتها بشكل طبيعي. زي ما حصل في المملكة العربية السعودية ان احنا خلاص ممكن بقى نروح نعمل عمرة و التقييم الوحيد هو احنا نسبتنا قد ايه اللي اخدوا تطعيم في 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 جمهورية مصر العربية في كل محافظات مصر نسبتنا قد ايه. هو ده بناء عليه
القيادة السياسية أو المستشارين أو المتخصصين في والاستشاريين الخاصة المتخصصين في موضوع مشكلة وباء فيروس كورونا، ومجلس الوزراء يبتدي يقدر ياخد قرار ان احنا نبتدي بقى يبقى نقلل شوية موضوع التباعد، نبتدي نقلل شوية من موضوع الكمامة، نقلل شوية من كثير من الإجراءات الاحترازية بناء على انت قد ايه من شعبك اخذ التطعيم. فلازم نفهم النقطة دي كويس. مش معنى ان حضرتك الاعداد قلت معناها انك انت خلاص ترمي الكمامة، مش معنى انك انت ما بقاش فيه وفيات كتير معناها ان حضرتك بتروحش تاخد التطعيم بكل الاعمار اللي المفروض تاخد هذا التطعيم، وخاصة كبار السن واللي عندهم الامراض المزمنة. انا اسف ان انا طول الوقت بأنادي بهذا الموضوع، لكن وزارة الصحة في هذه الايام وخصوصا واحنا داخلين على شهر رمضان وهتبتدوا حضراتكم تنزلوا تشتروا بقى المنتجات رمضان واليميش وكل مستلزمات رمضان، وهيبقى في تكدس رهيب طبعا اكيد، واكيد بعد كده العيد ان شاء الله هيجي ونبتدي نخرج ونتفسح ونبقى فيه برضو. فبذكر حضراتكم بس ان احنا لسه يا جماعه لازم ناخد التطعيم بشكل قوي جدا. وزارة الصحة حضراتكم عملوا حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. طرق الأبواب إنك أنت يروح يخبط في المناطق النائية وقرى والنجوع في محافظات مصر اللي هي ممكن تكون عدد المواطنين اللي موجودين في هذه القرية قليل، ما يبقاش فيها خدمات طبية كفاية، ممكن ففي هذه الحملات مهمة جدا إنك أنت تحاول تطرق الأبواب عشان تاخد التطعيم يا جماعة. انتشار 2080 فريقا طبيا اللي هو ايه طرق حملة طرق الابواب 2080 فريقا طبيا، تمريض ورائدات ريفيات ومدخلي بيانات موجودين في قرى ونجوع مصر في كل محافظات مصر. 2080 فريق، الفرق الطبية يرافقها، هذه الفرق الطبية بيرافقها 2500 فرقة من التثقيف الصحي. عندك الفرق الطبية عندها 2500 فرقة بتنزل في جميع محافظات مصر أيضا عشان يبقى فيه تثقيف للصحي، تقوم على طرق المنازل او البارك الباب للمنازل ومواقف الاتوبيسات والاسواق الشعبيه والمدارس والمناطق الصناعيه والهيئات والمؤسسات. والحملات دي حضرتك بتشتغل من الساعه 8 صباحا حضرتك لغايه الساعه 6 مساء. دايما كانوا يقولوا لنا ان هم بيشتغلوا من الساعه 8 لغايه الساعه 2 الظهر في الحملات اللي قبل كده، اللي هو ممكن مثلا تروح عشان تاخد التطعيم في مركز من المراكز اذا كنت مسجل على الانترنت او مش مسجل حتى. دايما كانوا بيشتغلوا لغايه الساعه 2، وده اللي انا حضرته حضراتكم ان انا رحت الناس عشان اخد التطعيم وسجلوا لي، هم سجلوا لي كل حاجه وادوني التطعيم، ما كنتش سجلت يعني على الانترنت. فحضرتك واضح انه الخدمه بتزيد اكتر، لانه كان الاول من 8 لغايه الساعه 2 الظهر، دلوقتي بقى من 8 ل 6 مساء قاعدين معاك عشان ناخد التطعيم ونزود ثقافتك ويبقى في وعي اكتر واكتر لصحة الانسان. فنتمنى ان حضراتكم تقبلوا على هذا الموضوع عشان نوصل لايه يا جماعة، ان احنا نبقى اكتر من 70% من الشعب المصري اخد التطعيم عشان نبقى زي الدول التانية، نقلل من الاجراءات ايه الاحترازية. فده حضراتكم موضوع